إذن على بركة الله مشاهدين الأوفياء، مشاهدين شور تيفي أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء في زمن الجفاف. يعني 5 سنوات ونتمنوا أنه هذه السنة ما تكونش هي السنة السادسة للمغرب، كيعرف فيها قلة ديال التساقطات المطرية، الشيء اللي خلى الفرشات المائيه تضرات، والشيء اللي خلى وزاره الداخليه تاخذ العديد من التدابير والاجراءات للحفاظ على المخزون المائي او تدبير المرحله لحين ان شاء الله يجي الافراج عند الله، الفرج عند الله عز وجل، وتكون الامور ان شاء الله بخير وعلى خير. ففي هذا الاطار هذا كما قلت في هذا الاطار كما قلت خرجت اجراءات كثيره اللي خرجت بها وزاره الداخليه، من بينها بعض القطاعات اللي كيكون الحديث على انه كيكون استهلاك كبير للمياه، من بين هذه القطاعات هذه اللي هي قطاعات غير مهيكله هو قطاع ما يسمى بمحلات ديال لافاج او محلات غسيل السيارات والزرابي الى غير ذلك. السلطات اكيد كما قلت نزولا لقرارات الداخليه، السلطات خذات واحد الاجراءات، واحد المذكره كما قلت ديال الوزاريه، على اساس انه كتكلم واحد الايام يتم الاغلاق فيهم ديال هذه المحلات هذو، وايام اخرى يتم الفتح ديالهم. الا انه في بعض للاسف في بعض المناطق ما مشاتش بهذه الصيغه اللي كاينه لهذه المذكره الوزاريه، فجا واحد القرار ديال الاغلاق النهائي. هذا الشيء اللي كان هنا كنتكلموا مثلا على منطقه اللي كنتواجدوا فيها حاليا ديال منطقه عين الشق، فالدائره 17 اللي كاينه هنا امرات هاد الناس كلهم اللي كينتميوا لهذا التراب ديال الدائره 17 باش يكون اغلاق نهائي لمده اسبوع. كانت الاغلاق حتى هاد الناس تجمعوا ومشاو للعماله، عاد حاليا تم وصول لواحد الحوار ديال انه يتم فتح ديال 3 ايام واربع ايام تكون الاغلاق. فكما قلت هاد الناس كيتكلموا على انه كاين اكراهات، عندهم عمال، عندهم تما ضرائب كيخلصوها، عندهم كرا كيخلصوا ديال المحلات. ففي هذا الاطار هذا جينا عند هاد الناس هادو اصحاب المحلات ديال لافاج باش نعرفوا اشنو اللي واقع وفين وصلت الامور وشنو مستقبلا اشنو ممكن يكون باش هاد القطاع تا هو ما يتضررش، لانه كنعرفوا بانه كذلك قطاع اللي كيقتاتوا منه واحد العديد واحد الالاف من الناس. اذا نتمنى انكم تسمعوا معنا اشنو وقع في هذا القطاع ديال لافاج. السلام عليكم. فيما اللي تكلمنا عليها سمعنا بانه مده اسبوع المحلات ديالكم هنا في منطقه عين الشق مغلوقين، يعني منذ الخميس الى الخميس. نتكلموا على اسبوع كامل. اسبوع ديال الغلق. انا مذكره وزاريه كتكلم على انه 2 3 4 اغلاق، والخميس والجمعه والسبت والاحد يكون العمل كل عمل. كيفاش استقبلتوا هذا القرار؟ كيفاش وقع القرار؟ كيفاش حاول تشرح لنا شنو اللي وقع هنا في المنطقه ديال عين الشق؟ بقى القرار اخويا الوقت اللي نزل جاو عندنا الناس ديال السلطه قال لك اودي غتسدي، سدينا جاتنا، لان حنا مع القرار، حنا مع اي قرار فيه مصلحه ديال البلاد. حنا حكم كاين الجفاف الله يخفف علينا ويعطينا الله تعالى الشتاء، كنتمناو من ربي يرحمنا. انتهتنا انتهتنا مدة حبسنا اسبوع حتى مشينا عند الناس وصودنا، على كانوا شي مناطق بقاو حالين في الدار البيضاء ما سدوش، عامش تم تعديل القرار الكودي غتخدموا. يعني انتم في مدينة وحدة ما كاينش تنسيق ما بين السلطات، كاين الناس اللي بقاو خدامين وكاين الناس اللي بقاو مسدين، كاين اللي سدوا على نهار حتى الاربعاء والخميس صبحوا خدامين. وكيف تكون السلطات عندكم سد صافي محل يغلق الغلق النهائي، عندك جوج ولا ثلاثه ديال الخدامه مصيرهم الشارع. قلنا مشينا طالبنا بهذا الحق ديالنا، الحمد لله اكتسبنا هذا المكتسب، تجمعوا الاخوان جاو مشينا تفاوضنا مع الناس، استقبلونا تكلموا معنا عطاونا الحل، قالك اودي الحل سيروا ترزقوا الله، هذه راه جائحه وصلت جات غتصبروا تعاونوا كاملين
حنا مع حنا قال لك سيدي توكلوا على المرحلة. الله يرحمها. هذا ترتيب مرحلي راه حتى ما يجي قرار اخر. الله اعلم. هذا الشيء اللي وقع. دابا المشكل اللي عندنا دابا حنا هو عندنا اكراهات، كاينين الناس عندهم السومه الكرائيه عاليه. ملي كتعيط على مول الكره يقول لك اخويا انا كنعرف على الكره ديالي. عندك الفواتير ديال الموضوع غاليه. زائد الزيادات. دابا الزياده لا تعطلتي كتخلص 180 درهم ديال الزياده. انا جيت حليت ليديك. انا جيت حليت المحل لقيت الورقه تحت المحل ها هي. يعني واخا ديك السيمانه لا والو ما خدمتيش. لا تخلص. تخلص. المشكل اللي على لافاج خلص وسير شكي. خلص وشكي. دابا لافاج كيقول لك راه كيضرب فوشه المائيه. لافاج راه خدمه سيرفيس. انا انت تقدر تطلع للدار ديالك تخلي لي السياره ديالك تجي تلقاها مغسوله وانت في الدار ديالك. جاري مثلا او الزربيه انسان عنده واحد البرطمه صغيره فين غيصبنا هاد الزربيه؟ غادي يصبنا عند لافاج. ما يمكنش يصبنا تطلع المرة تصبنا فين؟ غتصبنا في الدروج مثلا. ثاني ثالثا المشكل اللي عندنا تا هو واللي بغينا حنا عندنا تقنيه باش كنخدموا. عندنا واحد لابوم فيها 40% ديال الماء على قولة الله اكبر و 60% ديال لابريسيون. يعني نقدر انا 10 يطرو نغسل بها طوموبيل 15 يطرو كاع على وضات. ولكن المواطن عادي الا خرج على برا خصو 5 سطوله بهذيك الطوموبيل. فهمتيني المشكل اللي كاين؟ المشكل اللي عندنا هنا راه عندنا حنا اللي ما حافظناش على الماء. شحال خلصوا ديال الماء في الشهر؟ يعني انتم بالنسبه لكم مكرهين انك تحافظ على الماء ضروري لان غتجيك السوق طالع. طبيعي الحركه اقتصاد راه حسابات تماك خاصك خاصك تحافظ على الماء على البرودوي تحافظ على الضوء. الضوء راه هو طاقه. حيت السياره باش كتغسل ما كتغسلش لان السياره عندنا خذها واحد الثمن رمزي كتبقى لك فيها واحد 10 دراهم ولا فهمتي تا داك الثمن ديال السياره اللي كتغسل اللي كتغسل داك الثمن فهمتي ماشي طالع باش انك خاصك تبقى تكب عليها في الماء. يعني داك المقابل يعني غير دوره فهمتي المقابل مثلا 30 درهم ولا 35 درهم حتى 50 درهم ماشي قيمتك الماء مثلا اللي ماشي قيمتك الماء خاص دائما تحافظ على الماء باش يلاه كما باش يلاه تخرج حتى تخرج مع مع الخدام ما بين هذا خاصك باش ما بين الماء ما بين حنا 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 مضطرين باش نحافظوا على الماء. يعني بالزمنك بالزمنك خاصك تحافظ على الماء باش يشيط لك واحد الهبيش باش ضروري باش تربح. حيت ما كنغسلوش حنا السياره بواحد الثمن طالع بزاف كنغسلوها ب 30 35 40 درهم وكتزيد عليها البروم وكتزيد عليها فهمتي. الا جيتي انت غادي تطلق الماء وغادي هذا راه ما كت وزيدون الماء راه كتعرفوا واش كيتكال ولا ما كيتكالش من الورقه ديال اليديك كتشوف الماء وشحال كتجينا حنا ديال الماء مثلا. هاد اللي كنقولوا لي حيت لانه كاين تهم كما كنقولوا انتم المتهمين اولين انتم كما كنقولوا توجد لكم اصابع بانكم انتم اللي كتستهلكوا الفرشات المائيه. لا 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 ماشي. انا كنقول اتهامات اللي كاين. نعم نعم. حنا علاش جينا هنا باش نوضحوا للناس شنو هو الدليل والبرهان. فهمني مسائل تقنيه حيت ربما هاد الحوايج اللي كتكلموا دابا حاليا او اللي كتشرحوا لنا دابا انتم راه لاول مره كتسمع المواطن. نعم. لان كما قلنا اصابع اتهام كانت توجه لكم انتم بالدرجه الاولى اصحاب لاباج مع العلم انه كما قلتي الا جينا نجلسوا ونديروا واحد العمليه حسابيه كنلقاو بانه هذوك الناس اول حاجه ما يمكنش انه غادي يستهلك واحد الماء كثير. نعم. لان الفاتوره اللي غادي يخلص غادي تجي كثيره كثيره وبالمقابل ذاك الهامش ديال الربح ما غيبقاش عنده حتى هو قليل غيولي هامش ديال الربح قليل. نعم. زيد عليها العامل مثلا شحال خصو ياخذ زيد عليها مثلا اذا كان عنده الكره شحال خصو يخلص ديال الكره. نعم. اذا هنا كما قلتي اقرب حل بالنسبه ليه هو يحافظ على ذاك الماء وتحافظ على البرودوي وتحافظ على كل شيء. البرودوي راه تاهو تزاد ماشي حيت كل شيء تزاد. دابا حنا حنا ما زدناش الثمن. دابا هو كل شيء تزاد البرودوي تزاد الماء تزاد الخدام تزاد كل شيء تزاد. اذا خاصك انت اش كتلعب؟ كتلعب غير على الاقتصاد كتقتصاص الالات باش كتخدم. فهمتي كتقتصاص داك الشيء فهمتي واش فهمتي هو هذا الشيء ما كرهناش زعما حنا. دابا هذا القطاع هذا شحال دابا هذا القطاع ديال لافاج شحال فيه من خدام؟ راه ما كاينش احصائيات. غير مهيكل غير مهيكل غير مهيكل. هاد الخدامه دابا كاين اللي كيخدم بالبياسه وكاين اللي كيخدم بالنهار. يعني الا ما خدمش راه ما عنده ما ياكل. عائلات كتعيش منه بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره. كيخدم معك مول البرودوي مول الصابون الخدام مول الحانوت. واحد الظاهره الى سمحتي لي تيار بلي كنلاحظوها حتى المهاجرين الافارقه حتى هما خدام كيولجوا هذا القطاع. يعني هذا القطاع ولا واحد
في عريضه من المهاجرين الافارقه طبيعه الحال اشتغلوا بهذا القطاع طبيعه الحال يعني حلول كما كنقولوا عطاوها هذا القطاع عطا واحد الحلول لهاد المهاجرين اللي كاين لانهم ولاو كيشتغلوا ولاو على طبيعه الحال حيت دابا هاد الافارقه اللي دابا ولاو هما دابا حتى هما التجهوا لهاد القطاع حيت الاخرين حيت المغاربه مابقاوش بغاو يخدموا في هاد القطاع اليد العامله المغربيه مابقاتش بغات تخدم ما كافيهاش يعني الاخرين كيجيو شويه كتبان لهم بعدا راه شويه ديال حيت هما بالنسبه لهم دوما بالنسبه لهم هما يعني الدخل الاجنبي الدخل ديال هذا فهمتي كيبان لهم بان اللهم كولا بحال حنا ملي كيمشي المغربي كيمشي برا كيمشي لاوروبا يعني بحال بحال في اوروبا فهمتي الطالياني دابا ولا الفرنساوي ولا هذا ما كيبقاش كيقبل يخدم ديك الخدمه اللي كيخدم مغربي في الطاليان ولا في فرنسا هادشي اللي وقع علينا دابا حتى حنا بالنسبه فهمتي ولد البلاد كيخدم حتى داك الافارقه كيديروا مشاكل كيقدر مثلا يدي ماري سياره ويديها لك ما تعرف عليه والو حتى كتلقى شي كيوقع هادشي كيوقع مشاكل كثيره كيديروها الافارقه حيت اصلا هما جايين غير هما غير الطريق فهمتي قليل لافاج راه واحد الحاجه كتكون هي الثقه لانك ملي كتعطيني الشارود ديال الطوموبيله ديالك وكتطلع لمحلك راه كتثيق فيا كتأمنني عليها يعني انا اللي مسؤول عليها انا الاول بعد الله داك الدري اللي كان معايا ماشي ثقه واخا خليتي الفلوس ديالك تحطها بيا خليتي الوراق خليتي شيكات الدري يهزهم لك خاص هذاك الدري خدام معاك راه ثقه يعني حنا انا معايا دابا الدراري عامين ثقه الحمد لله ما عمر شي واحد ديكلار لي ان كاين شي مشكل انا حضرت لواحد يعني بلا ما تكون المنطقه اللي هذاك غنقول العماله واحد العماله في قناه بدا انفاق المهم سعود ديال المليون جاب طوموبيل لافاج انا جيت انا اللي تخطيت ديك التغطيه هذيك القضيه سعود ديال المليون اللي هزت ليه من الطوموبيل ايوا سيد 34 مليون السيد كيبيع السيارات وجا حط الطوموبيله لافاج ونسى ربما الفلوس خلى الفلوس سعود ديال المليون هذاك دام وهرب اي شي مشكل فهمتي ومشاو جابوه من اكادير من اكادير لقاوه دار فيها شي 3 مليون هذيك سعود دخل فيها 3 مليون دابا لقاطعتك استاذ جبنا الثقه اي الثقه دابا هذا القطاع هذا الوسائل النقل الطاكسي الطوبيس الترام كار الا ما تنظفش واش غتركب فيه؟ اكيد اش واحد يقول لا فاجر من الكماليات وطوموبيلتك موسخه غتركب فيها على دارك الا ما نقيتيهاش غتدخل ولكن انا كندواوي كنطلب ديما الاقتصاد في اي حاجه راه الانسان اللي بغى يدخل يتوضا للصاله خصو يقتصد ما تكونش من المشرفين حنا ماشي كل ما موجود عندنا مثلا انهار غادا نطحنوها كامله راه كاين واحد الحاجه سميتها اقتصاد شوف غير كيما الا جينا نتكلموا بشكل منطقي ماشي احنا ما كنحابيو حتى شي واحد وما كنجاملو حتى شي واحد بشكل منطقي لانه قد لي كونسوميتي قد لي كتخلص طبيعي الحال الا كونسوميتي ما بزاف غتخلص بزاف اكثر غتخلص توصل ترونش 3 و4 يعني هاي الدوب علاش دابا اصابع اتهام توجهات لكم نتوما حيت الناس دابا اللي كيهضروا احتراماتي للمواطن خوتنا كاين الناس اللي ما كيهضروش بالتقنيات فهمتيني راه التقنيه ما عندهمش مواطن راه اي ضمير فيه التقنيه حنا عندنا تقنيه هو داك لابريسيون اللي كيخرج ديال الماء هذيك البومبه كتدفع عندها 40% ديال لابريسيون ديال الماء و 60% ديال لابريسيون اللي كتخرج منها يعني كاين تقنيات حنا ما نغسلش بحال واحد كيغسل بسطل دابا هو واحد القضيه دابا هي واحد القضيه علاش دابا هما دابا حبسوا مالي لافاج هما اللي السطوله باقي كيغسلوا بالسطوله وكياكلوا الماء اكثر من مالي لافاج هذه حتى هي راه قضيه هذه وباقيين كيغسلوا ديك هما التريبورتورات وداك الشيء كلشي باقي خدام يعني وكياكلوا الماء اكثر حيت انت بالنسبه لك دابا انت عندك راه ما غاديش راه واحد تقريبا واحد الكميه قليله اللي باش كتغسل راه الا شديتي داك البيستولي حنا الا بغينا نعمرو به سطل راه خاصنا نبقاو واحد المده باش يعمر يعني ديك الدور اللي كنغسلو به حنا السياره راه ما كتاكلش السطل ديال الماء ونعبروها هذه بينا ما اي واحد عنده لافاج اي واحد عنده هذا راه عارف خاص غير شويه ديال الناس باش انهم خاصهم يدرسوا هذا الميدان هذا كيفاش كيخدم بعدا وكيفاش هذا باش واخا اذا نتوما دابا ملي كما قلتي جات السلطات عندكم في المنطقه ديال عين الشق عطاتكم امر بالاغلاق النهائي نعم لانه يعني كان امر مباشر كان امر بالاغلاق بالاغلاق نتوما ملي جلستوا وحاورتوا العماله ديال عين الشق نعم ديال سيدي عثمان ديال سيدي عثمان اذا تابعين نتوما
إذا واش تفهموا هاد تفهموا الكلام ديالكم، لأنه أكيد مادام عطاو الأوامر بأنه الدائرة 17 أكيد تفهموا وعرفوا شنو الواقع. نعم أنا كنتكلموا على في الأول، واش هاد الناس هادو ما حاولوش أنهم يتواصلوا معكم؟ جاي السلام عليكم سب. أه السلام عليكم سب. قرار واش غتقبلوا؟ كيف تقبلنا كاع القرارات اللي كيجيو؟ سديتو سدينا. وشنو اللي مثلا دابا هو بالنسبه لهاد الحرفه هادي زايده حنا سدينا اي دابا هما عطاونا قرارات قال لك غادي تسد مثلا 2 3 4 ياك اه وغنخدموا خميس والجمعه والسبت والحد. دابا الناس اللي كيخدموا في هذا القطاع ما بقاوش بغاو يخدموا في هذا القطاع، يعني ولا العزوف على هذا القطاع ما بغاوش، حيت دابا ما يمكنش الانسان الاستثمار ما بقاش يقدر ما يمكنش، حيت دابا هذا القطاع غادي صافي غيضيع صافي مشى، حيت دابا الخدام ما يمكنش غادي تجلسوا حتى 2 و3 و4 ضروا من مورا حتى الشركه، وغتخدم انت غتخدم الاربعاء والخميس والجمعه والسبت والحد، الحد خاصك تبغي تخرج وليداتك تبغي تخرج هذا، الناس كلشي خارج وانت جالس، حنا مولفين كنريحوا الحد وكنديو نشوفوا واش خاصنا هذا، وكلشي دابا حنا اسبوع ما بقاش عندنا كيف الاسبوع كيف كان، فهمتي داكشي كلشي يعني اكثريه دابا نتوما هاد المحلات كيستعملوا الابار. لا ماشي البيع، لا كتكون لا تسهيل انا كنتكلم بصفه عامه. نعم واش اكثريه ديال الناس ديال لافاج او ما يسمى بغاشي السيارات كاين اللي اكثر يبان كيدير الابار تستعمل الابار ماشي بزاف تقريبا داكشي قليل بالنسبه لنا حنا في هاد الدارات كنتكلموا راه الابار دابا راه ولات فرشه مائيه. الفرشه المائيه نعم غير هذه كما كنقولوا كاين معالجه اوليه بين قوسين نعم هاد الشركه اللي دير لانه هذا راه موضوع اخر بلا ما نتكلموا نعم. فيه يعني كنتكلموا على انه كما قلنا معالجه اوليه تصفيه الى غير ذلك. نعم في حين انه الابار الفرق هو انه ما كاينش معالجه ما كاينش تصفيه. فهمت هذا هو الفرق اللي كاين، ولكن هما حتى هما قالوا بان راه هي فرشه مائيه هي هذيك يعني حيت الجفاف قال لك ضرب على كل شيء حتى الابار راه داخله في اطار الفرشات المائيه. غير السؤال واش هاد مثلا حيت دابا حنا شفنا هاد الشيء ديال الحمامات واخا ربما انتم ماشي قطاع ديال الحمامات لقينا كاين واحد النوع يخدم وواحد النوع ما يخدمش. انا ما كنبقاش نفهم كيفاش الطريقه ديال يعني بحال الكيل بميكيالي. نعم كيفاش مثلا كتجي عند حمام كتقول لي انت غتخلق نهار فلان فلان 3 ايام مثلا وغتحل غير 4 ايام. نعم في حين انه حمامات اخرين خدام في اي بي كما كنقولوا خدام ديال المساج ديال واذا جيتي دير واحد المقارنه ديال استنزاف الماء كتلقى بانه هذاك الفي اي بي كيستنزف الماء اكثر من ذاك الحمام اللي هو كما قلنا حمام شعبي كيعوموا فيه ولاد الشعب وعيالات الشعب. هنا ما كتفهمش كيفاش يعني كل شيء ما مفهوماش. واش نقول لك احنا بالنسبه لنا دابا كنعرفوا غير المشكل ديالنا احنا ديال لافاج راه انتوما فهمتي دائره الاتهام راه احنا اللي دابا اللي واخين العصا دابا حنا كلينا العصا لافاج دابا حنا لافاج احنا اللي تعطانا العصا دابا احنا اللي واكلين العصا من الحمامات عندهم الناس كيدافعوا عليهم. انتوما بلاش باش كنقول لك احنا ملي كنتكلموا على اصابع الاتهام راه قلت لك وجهات لجوج ديال الفئات. نعم جوج فئات هما الحمامات ولافاج صافي هي هذيك كتقول راه اللي كيسري على هذا وكيسري على هذا. نعم هذا اللي بغيت نقول لك حيت بالنسبه لكم انتوما اشكون اللي خلاهم مثلا بحال اغلاق 3 ايام اولا مثلا اغلاق نهائي هو الاستنزاف ديال الفرشات المائيه. ايه واش نتوما بالفعل كتستنزفوا الفرشات المائيه هذا هو السؤال. لا ما كاينش حنا دوينا كيدوينا في الاول دوينا بان حنا ما كنبدروش في الماء. كاينه تقنيه راه ما كتاكلش الماء راه انت الا بغينا نعطيك الطوموبيله باش تغسلها راه غتضيع الماء اكثر منا شي 5 الخضرات. عطيني مثلا شحال تقدروا تستنزفوا ديال الماء بكل صراحه باش ما نغلطوش. سياره نص طن. لا مثلا في النهار عطيني مثلا من اللي كيفتح المحل حتى كيتسد مثلا شحال تقدر مثلا حسب عطيني الماكسيموم مينيموم ماشي بزاف تقريبا 10 لتر 20 30 40 50 تقريبا على حسب الخدمه على حسب فهمتيني اذا كانت خدمه بزاف مثلا عاول على واحد تقريبا الا درنا تقريبا شي 70 متر بحال 70 متر نعم هذه غالب زعما نعم
وفي المينيموم مثلا اقل استهلاك مثلا تقريبا بحال ما نقدرش نقول لك. حنا دابا حنا على حسب الفاكتوره وعلى حسب هادشي. عطيني فاتوره مثلا اللي كتكون طالعه بشحال واللي كتكون الفاتوره كتكون هابطه كتكون ديك 400 درهم وكت بحال هكا نقدر حيت ما يمكنش انا نعبر انا اللي طول طالعه كتكون شي 600 درهم 700 درهم صافي هذا وحدها. يعني الا درنا مقارنه بين القطاع هذه كتاكل ابارتما عادي هذه بتقول الا درنا مقارنه ما بين القطاع ديك نتوما بين فيرمات ويلي اسمعني فيرمات وبعض الحدائق وبعض دوك الناس اللي لاباس عليهم عرفتي دوك الناس اللي لاباس عليهم لابيسين وديك الملاعب ديال الكور. حنا راه ماشي هنا مثلا باش كنأيدوا هادشي اللي كدير الله يرضي عليك. حنا كنتكلموا على ترشيد المياه مصلحه وطنيه ترشيد المياه يعني الا كنا باغيين كنطلبوا على المصلحه ديال الوطن راه خاصنا نبداو بنفسنا حنا نعم نبداو بدوك الفيرمات الكبار وديك شي قطاعات اللي كما كنقولوا كتستنزف الفرصه النائيه بحيث انهم عندنا ما نديروا بها المواطن عنده ما يدير بها ما واصل انا لوالو فهمتي ماشي نعم. شي حاجه اللي هي مهمه نعم فهمتيني شي حاجه اللي مهمه هنا باش قلت لك انا اشنو هما الحلول اللي ربما غادي تاخذوها نتوما اشنو هي الحلول واش بديتو كديروا شي تشكيل ديالكم شي تنظيم اشنو دابا حنا يلاه درنا واحد تجمعنا ملي تجمعنا دابا حنا درنا واحد الجمعيه في طور الانجاز كنكونوا فيها يلاه درنا القانون الاساسي ودرنا جمعنا وهذا وغادي كنوجدوا القانون الاساسي وغادي يكون خير ان شاء الله باش غندفعوا هادشي على مستوى الدار البيضاء والنواحي ولا على مستوى لا على المستوى الوطني حيت حنا دايرين واحد الجروب في الواتساب وكنهضروا كاملين دابا تقريبا مع المدن ديال المغرب كاملين وكان شي 200 محل تقريبا تقريبا اذا غادي تكلموا بلسان واحد نعم الهدف ديالنا حنا من هذه الجمعيه شنو هو نتوحدوا ونحاولوا نقلبوا على تقنيات بحال دابا الاخوان قال لك يا ريت ولا كون شي دعم نديروا القضيه ديال اعاده تصفيه المياه الريسيكلاج مزيان قال لك الى الدول ان شاء الله الدوله سمعت الصوت ديالنا والمسؤولين والناس التقنيين اللي كاينين في وزاره الفلاحه ولا في قطاع المياه والغابات المهندسين اللي اكفاء وبغاو يديروا معنا هذه المبادره نحاولوا نديروا التقنيه ديال اعاده تصفيه المياه باش حنا نحافظوا على الفوشه المائيه ديال البلاد راه خصنا نساهموا حنا انا اي مواطن عادي خاصو يساهم في هذه القضيه راه شي واحد القضيه نقولها لك هذه القضيه اللي قلتي شفتها واحد الشركه وزكوره لا داعي باش ما ديرش شي واحد انا شفت واحد الشركه في بوزكوره المياه العادمه المياه ديال المراحل إيه؟ كيتم التصفيه ديالها إيه؟ واحد الالات وواحد دايرين واحد الشريج كبير فيه واحد الماكينه كدور وفيه واحد بحال الغرابل انا شفتها وهذاك الفلترات كيكونوا فلترات واش تصور داك الترشيح هذاك بحال كيديروا الترشيح داك كيخرج لقيت تقول ديال الشاي فلترات هذيك التصفى تقول لك دابا راه كاين شي اخوان داروا هذه التقنيه هذه خدامين بها شحال هذه حنا دابا بغينا تعم يعني هاد الفكره هذه تقدر كما دابا ملي درنا دابا هاد الناس دابا بغاو يتجمعوا لك الاخوان كيجيو من جميع الاحياء من الشمال المملكه الى الصحراء المغربيه كاينين دابا عندنا ناس في الجروب راه عندنا جروب فيه 200 واحد مع التقنيه كلشي قال لك اسيدي خصنا نساهموا في هذه القضيه ولكن ماشي مع تقطع علينا الرزق ديالنا فهمتي هذا هو كاينين الناس عندهم كراوات الموضوع العائلات كيعيشوا منه والخدامه راه قطاع راه حيوي راه وحنا كنسمعوا ديما الخطابات الساميه ان سيدنا كيعطي واحد الاهميه لقطاع المقاولات الصغرى فهمتيني كيعطيك واحد الدعم معنوي ملي كتسمع هذا الكلام انا نخدم ثلاثه هذه يخدم اربعه راه كتساهم في البطاله كتحيد البطاله كتخدم ناس كيتعاونوا مع كاين هذا كيصرف على عائله هذا على جوج هذا على ثلاثه راه داك الشيء كيكون غادي واحد بحال واحد الحلقه وكنضرو فيها كاملين سلسله كي مولاك كي موالي المحلات كي الاداره هي اللي كتساهم معاك كتعطيك واحد الترخيص كدعمك هذا الترخيص ديالك شي تخدم بالقانون ديالك احترم الجيران ديالك احترم اوقات العمل هذه راه واحد الحلقه اقتصاديه دايره كلشي كيستافد منها ولكن حنا دابا مع هاد التقنيه خصها تعمم يا ريت تعمم ويا ريت الناس يحاولوا يخدموا على هاد النقطة. شنو هو المطلب ديالك؟ المطلب ديالنا ما كرهناش ترجع الأمور إلى نصابها وربي يغيثنا لأن هذا الأمر ديال الشتاء والجفاف أمر بيد الله. نقول تدبير المرحلة، تدبير المرحلة. الحالة هي تكون واحد التقنيات بديلة باش هاد المحلات ما توقفش 100%. ويكون دعم ديال الدولة زعما. بطبيعة الحال كما القطاعات اللي تدعموا أخرين بدون ذكر أسماء. فهمتيني؟ القطاعات راه معروفة اللي تدعمت حتى حنا يا ريت تكون واحد الدعم واحد الالتفاتة على الأقل تكون واحد الالتفاتة. واحد استشاره يجيو عندنا ناس ديال الخبره عندهم تقنيين يعطيونا ها
الحل ها نعطيو حنا الاراء ديالنا ويتبناو يتعاونوا معنا ونديروها علاش لا. مرحبا فهمتيني باش نحافظوا استاذ على راه اهم حاجه هو تكون واحد الحفاظ على الطاقه راه الماء الثروه المائيه الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي. صح واخا شكرا لك شكرا. اذا مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في حنا بالدور ديالنا كنتمناو انه كما قلنا يكون لا ضرر ولا ضرار لان هاد الناس حتى هما قطاع غير مهيكل ولكن كيشغل يد عامله كثيره كثيره بزاف. الا تكلمنا غير على مستوى مثلا هنا هاد المنطقه اللي كنتواجدوا فيها ديال عين الشق راه كنتكلموا على واحد المئات يعني ديال المحلات الصعيد الوطني. حنا كنتكلموا غير على هذا المستوى راه مشينا غير على المستوى المحلي ديال هنا. الجهه الضربيه الكبرى راه يعني كما كنقولوا راه الا دوينا على المستوى الوطني راه كنتكلموا على الاف مؤلفه ديال هاد الناس هادو ملايين اللي كتاكل من هذا القطاع هذا. اذا كنا غنتكلموا على ترشيد المياه او الحفاظ على الفرشه المائيه او الثروه المائيه فاكيد ما خصناش نغفلوا بانه كاين بعض القطاعات غير في المحلات كما كنقولوا غير بارتمات غير شقق راه كتقدر تستهلك. حنا ما كندافعوا حتى شي واحد حنا غير كلمه حق كنقولوها. هاد الناس مثلا ملي كنسمعوا هاد الفاتوره ديال كما كنقولوا ماكسيموم او ما يسمى اعلى فاتوره تقدر تجيك واحد 600 درهم واخف فاتوره ربما تجيك واحد 400 درهم راه ماشي هي كنتكلموا على واحد 2000 درهم بالنسبه لبعض المطاعم الفارهه وبالنسبه كما كنقولوا. فإلا كان هاد المساله ديال الحفاظ على الثروه المائيه فكنتمناو ان هاد المسائل هذه تتخاد على هاد الاصعده كلها لانه كنتكلموا على المصلحه الوطنيه. اما إلا كنا كما كنقول مصائب قوم عند قوم فوائده إلا كنا غنضيعوا واحد الفئه اللي كما كنقول كتقتات منها الاف ديال الناس. ودائما مره اخرى كنقولها حنا ماشي هنا في موقع المدافع على شي جهه معينه لا حنا كنتكلموا على الواقع المعاش الواقع اللي كاين عندنا في البلاد ديالنا. كنتكلموا على فيلات على فيرمات على بعض الضيعات الفلاحيه ملي كنقولوا ضيعات فلاحيه راه كيضيعوا ماشي ضيعه راه كيضيعوا الماء. اذا كنا كنتكلموا راه بلا ما بلاد نبقاو نهضروا في هذه الهضره هذه راه كلام كثير حديت ولا حرج. فاذا كنا كنتكلموا على الحفاظ على الثروه المائيه فنبداو من روسنا نبداو من كما كنقولوا من صحاب الضيعات الفلاحيه وهلو مجر وانت جاي وانت جاي. اذا كنتمناو انه هذا القطاع او قطاعات اخرى يتخاد بعين الاعتبار بانه راه كاينين عائلات عايشين مع الناس هادو حنا مع تقنين مع ترشيد المياه مع مساله ديال انه دخل واحد التقنيه اللي تحافظ بشكل كبير يعني كما نحاولوا نوفروا. الا كان كما قال الاخ واحد 5 لتر غادي تضرب على طوموبيل نقدروا نديروا حنايا جوج ونص نقدروا نديروا غير 3 لتر فهمتيني بمعنى يكون الاقتصاد ولكن ماشي معنى راه قال لك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق باش تقطع الانسان رزقه وتسد عليه في خطره واحده راه بحال حكمتي عليه بالاعدام. اذا نتمنى انه هاد الكلام ديال هاد الناس هادو يتخاد بعين الاعتبار. اكيد هاد الناس كما قالوا هما جلسوا على طاوله الحوار مع السلطات تفهموا الامر ديالهم. هنا بالنسبه كنتكلموا على منطقه عين الشق لانه كان تحكم عليهم بالاغلاق النهائي ولكن تحيه للعماله هنا لانهم اللي جلسوا مع الناس ديال العماله بن عمله بمسيك تحيه لهم لانهم تفهموا الوضعيه ديال الناس تكلموا معهم بما جاء في المذكره الوزاريه كنقول لانه كنتكلموا على مذكره وزاريه. اذا حنا باقيين في هذا الاطار هذا باقيين غنتبعوا هذا الملف هذا مشاهدينا الاوفياء اللي كيهمنا كما كنقولوا هو لا ضرر ولا ضرار هذا هو الشعار اللي كاين. ونتمنوا ربي يرحمنا في الاول والاخير كنقولوا الله يرحمنا لانه ساعه من الغني كتغني. اذا غادي ننهيو هذا البث المباشر وغادي نتبعوا معكم هذا الملف هذا كما قلت باقي ملفات اخرى. نتمنوا كما قلت دعيوا معنا تكون تساقطات مطريه باش هادشي كله يبقى مجرد حبر على ورق. غادي نودعكم على امل لقائكم بث مباشر اخر. كان معكم وحدتكم ومبعوث شوف تيفي مصطفى القرناوي يحييكم والى اللقاء.